كملت 6 أسابيع في استخدام زيت إكليل الجبل اللي من الشركة هذه. ناس مرة كتير علقت أشياء، قالت إنه عمل لهم تساقط في الشعر، عمل لهم شيب، فروة الراس تحكم، تتحسس، أشياء مرة كتير وتعليقات مرة كتير. بس أحب أوضح لكم كم حاجة عن المنتج هذا. أول شيء، المنتج هذا مخلوط، يعني ما هو زيت إكليل الجبل صافي، فما يحتاج تخلطوه مع أي شيء تاني، جاهز للاستخدام زي ما هو. أنا مشيت على التعليمات اللي موجودة من العلبة نفسها. طيب، مكتوب في حاجتين: إذا تبي تستخدموها للفروة استخدامها يختلف عن استخدامها للشعر نفسه. لفروة الرأس تقسموا الشعر 4 أجزاء، تحطوا في الفروة نقاط بسيطة وتدلكوا الرأس، مو لازم يتغسل. لو حتستخدموه للشعر ولأطراف الشعر، هذا اللي لازم يتغسل، هذا مكتوب عندهم في العلبة. الشيء الثاني اللي كثير ناس سألت عنه، وصراحة ما قدرت أرد على كل الناس، هل هو آمن للحوامل؟ أيوة، مكتوب في موقعهم إنه ممكن الحوامل يستخدموه، وكمان مكتوب إنه الرجال ممكن يستخدموه على اللحية حقتهم. طيب، أنا هقول لكم إيش الأشياء اللي أنا شفتها كفرق لما استخدمت الزيت هذا. أول حاجة لقيت فرق إنه بدأ يطلع لي اللي هو البيبي هير، الشعر الصغير الصغير بدأ يكتر في راسي. تاني شيء، موضوع الشيب أنا ما أقدر أجاوبكم عليه، لأني أنا أصلا شعري أكتر شيب، فأنا ما أقدر أجاوب عليه. ثالث حاجة، تساقط، ما عمل لي أي تساقط، بالعكس أنا شعري طال وشعري غزر نوعا ما. ما أقدر أقول والله صار مثلا كأني عملت زراعة شعر، لا، بس إنه غزر صار أفضل. أنا ما أستخدمه يوميا، أنا شخصيا ما أستخدمه يوميا، مع إنه مكتوب إنه ممكن تستخدمه يوميا. أنا شخصيا أستخدمه 3 إلى 4 أحيانا 5 مرات في الأسبوع. تقريبا خلصت نص العلبة، وصل لهنا. أنا جبت العلبة من أمازون لأنه أنا أضمن منتجات أمازون أنها تكون أصلية، لأني أنا أعرف ناس تشتغل في الشركة هذه وأعرف قديش هم يهتموا أنه المنتجات تكون أصلية. فأنا جبته من أمازون. أحيانا يعملوا عروض في أماكن تانية، مواقع تانية، في صيدليات تانية، حسب العروض تكون موجودة. الآن صار يبيعوه بال3 حبات كمان، فأنا هرجع أشتري تاني منه وحستمر عليه، لأنه صراحة أنا مرة لقيت فرق مرة كبير في شعري. اللي عنده تساقط وعنده المشاكل هذه التانية لازم يتأكد أنه ما عنده مشاكل أخرى صحية مؤثرة على تساقط الشعر.